متابعين ماروك أطلس سبور، كنقول لكم السلام عليكم، مرحبا بكم في هذا العدد الريادي لهذا اليوم. كنتمنى منكم تدعمونا بالبارتاج، تعطونا الاراء ديالكم، وايضا تدعمونا بالتعاليق وبالضغط على زر الاعجاب. وغادي نبداو الاخبار ديالنا بالخبر الرسمي ديال التوقيع ديال المدرب الجديد لفريق الرجاء البيضاوي والربان الجديد لفريق الرجاء البيضاوي. تاكد رسميا عبر الصفحه الرسميه للرجاء البيضاوي في مواقع التواصل الاجتماعي على توقيع فريق الرجاء البيضاوي مع المدرب البوسني كوسومير. كوسومير وقعوا معاه مدة سنة الدراري، المفاوضات كانت سلسة، الرجل أراد تجربة، عارف اسم فريق الرجاء البيضاوي من بوابة المدرب السابق واحد خليلوفيتش اللي فات درب فريق الرجاء البيضاوي في 97، كيعرف مزيان فريق الرجاء البيضاوي. الرجل اشتغل كثيرا في افريقيا، الرجل دفع السي في ديالو لفريق الرجاء البيضاوي، هو اللي كان كيبحث على فريق الرجاء البيضاوي عكس المدرب اللي كان منجحاتش معاهم المفاوضات، اللي كان فرض عليهم انه غادي يجيب الطاقم ديالو كامل. ف هي مزيانه وما مزياناش. علاش مزيانه؟ مزيانه انه المدرب كيتحمل المسؤوليه ديالو كافيه، اي خطا اي غلط كيتحمل المسؤوليه ديالو هو، ما عندوش شي مبرر. علاش ما مزياناش؟ لاننا عندنا موعد بدني ما خصناش نضيعه. عمر والنيس كان رفضوا المدرب اللي كانوا الالماني اللي كانوا تقريبا قربوا يلقاو مع اتفاق، الا انه في الاخير رفض عمر والنيس وطالب اداره فريق الرجاء البيضاوي بالاقاله ديالو. رفضت اداره فريق الرجاء البيضاوي، حنا كنعرفوا عمر والنيس عنده واحد التجربه كبيره. الان فريق الرجاء البيضاوي لقى اتفاق مع المدرب البوسني كوسومير، وقعوا معاه لمده سنه، اتفاق انه غادي يعتمد على عمر والنيس كمعيد بدني، وايضا غادي يكون عندهم مساعد اول غادي يكون من ابناء مدرسه فريق الرجاء البيضاوي، اظن ابو شروان او اسم اخر المتوقع. لكن الاهداف اللي دايرينها معاه هما اللي مهمين في الكونترا ديال فريق الرجاء البيضاوي. الاهداف كانت واضحه، عصبه ديال الابطال زائد البطوله وكاس العرش، فهذه الاهداف المسطره بين المكتب المسير ديال فريق الرجاء البيضاوي وبين المدرب البوسني اللي وقع لفريق الرجاء البيضاوي قبل قليل. فنقدروا نقولوا هذا هو الهدف، هذا هو العقد اللي خصو يكون، الا ما فزتيش بالعصبه حط سوارتات وسير في حالاتك. فحنا هذه السنه هذه جميع الرجاويين كيتمنوا انهم يدوا العصبه. اي رجاوي سولتيه كيقول لك نتمنى، اي نعم كاين اكراهات وكاين اكراهات صعيبه بزاف، لكن كاين واحد الحلم اللي يقدر اي رجاوي يقدر يحققه. حنا عارفين فريق الرجاء البيضاوي راه في التسعينات راه كنا حاكمين افريقيا، وباش بولاد المدرسه، بولاد المدرسه كنا حاكمين افريقيا، عارف عهده ديال اوسكار فيلوني، فكانوا اغلبيه ولاد المدرسه. كان عبوب كيدخل صغير باقي ما عندوش لاكارت ناسيونال داخل لعب كره، كان ناطير حتى هو ما عندوش لاكارت ناسيونال وداخل وكي ماركي وكي كيشد ليا لا ديفونس والوسط ديال اي فريق كيمرمدو. فاحنا خصنا الغلط اللي داروا فريق الرجاء البيضاوي انه ما دعمش الفئات السنيه، نساها اللي لا فريق الامال لا البراعم، لا خصو يراقب هاد المنتوج هادو، هاد لي موديل اللي طالعين خصو يراقبهم، ويحاول من هنا لاربع سنوات يقوم بالتفريغ ديال عدد كبير من اللاعبين اللي غادي ما نبقاوش نحتاجو نديرو انتدابات مستقبلا. حنا شفنا غير بوزوق الان راه تسيف على الرجاء وباغي يمشي من الرجاء. نعم فريق الرجاء البيضاوي اتفقوا معاه على انه ياخذ المستحقات ديالو، ولكن السيد عنده ثلاثة ديال العروض، جوج من خارج ارض الوطن وواحد من داخل ارض الوطن. نبداو من ارض الوطن، نهضة بركان دخلت في الصفقة ديال بوزوق. نهضة بركان كتواصل مع وكيل اعمال ديال اللاعب يسري بوزوق، كتواصل مع يسري بوزوق شخصيا، حاطاه من الاوائل ديال اللاعبين اللي باغاه في فريق الرجاء البيضاوي. الفريق الثاني فريق بيراميدز المصري، حتى هما خاصو واحد الميزانية كبيرة
راه عرضوا 600 مليون على فريق الرجاء البيضاوي، واتفاق بينهم وبين اللاعب على انه يوقع لمده 3 سنوات بجوج المليار و200 مليون سنتيم. هذه فريق بيراميدز المصري. الفريق الثالث هو الوحدة السعودي اللي كيدربوا المدرب الالماني زين باور، اللي هو اللي كان كيحرض اللاعبين للزرهوني ولا يسري بوزوق. ف حتى النفاتي حتى هو، لكن النفاتي كان نقولوا صراحه كان ولد الناس، كان رجل، كان رجل المرحله، رفض اي حاجه وقرر يستمر فريق رجاء البيضاوي. فالوحدة السعودية حتى هي خصها تعرض اليسري بوزوق. الان اداره فريق رجاء البيضاوي خصها تعطي مستحقات ديال يسري بوزوق، اي صفقه جات تجي على طريق فريق رجاء البيضاوي غيستافد منها فريق رجاء البيضاوي. شي حاجه اخرى، راه اكبر خاسر في هذه القضيه هو فريق رجاء البيضاوي. علاش؟ لانه الا فسخ معاك العقد من طرف واحد راه غتخلص ليه لي طرونش كامل حتى السنه القادمه، وبقى ما غيلعبش معاك، وهو غادي يمشي يوقع لفريق اخر وغيستافد. فاداره فريق الرجاء البيضاوي خصها تكون ذكيه في هذه القضيه، ما تصيدش، ما ديرش الاغلاط ديال الاندلسي، وما ديرش ايضا الاغلاط ديال محفوظ وديال عدد كبير حتى ديال البدراوي، حتى كانوا كيداروا اغلاط. كانت الميزانيه ديال فريق الرجاء البيضاوي كتمشي في الخطيات بكل صراحه. فكنتمنى من عادل هاله تدفع المستحقات ديال اللاعب. فيك ما عندك ما دير، راه الدراري راه هاد القضيه ديال يسري بوزوق راه فيك عطي للسيد المستحقات ديالو، ولا جاب عرض مزيان مستافد منه فريق الرجاء البيضاوي ديك الساعه تبيعو على طريق الرجاء البيضاوي. اما اذا فسخ العقد من طرف واحد راه هو الرابح الوحيد، والخاسر الاكبر هو فريق الرجاء البيضاوي. وغادي نبقاو عاوتاني في دوامه ديال الفيفا ودوامه عاوتاني ديال المنع، وهذه الخاسر الاكبر هو فريق الرجاء البيضاوي. هادشي اللي كانوا كيديروا، الاغلاط اللي كانوا كيديروه، لا زياد لا الاندلسي لا محفوظ لا البدراوي، هادو هما الاغلاط اللي كانوا كيديرهم. نتمنى من عادل الهلال ما يسقطش في هذا الغلط هذا. حتى في الصفقه ديال اللاعب المازيمبي كين زومبي، فهو حاليا ما قدرش الرجاء يدير شي حاجه. علاش؟ لان ملف غامض ديال هذا اللاعب اقترحت عليه انه يوقع واحد العقد، انه يتحمل المسؤوليه ديال اي غلط كما كان دارو اللاعب مالونغو فاش كان فريق رجاء البيضاوي وكان مداعي مع مازيمبي. فوقع اتفاق على انه غادي يتحمل المسؤوليه ديال اي شيء. فهنا الرجاء فرضات على كيزومبي لكن هو رفض. ممكنش فريق رجاء البيضاوي يوقع لهاد اللاعب ومشى دعاتك لمازيمبي وربحاتك، فغتخلص ليها الدعوه ديالها، غتخلص لها كل شيء، حتى الرسوم، حتى داكشي اللي غتحكم عليك الفيفا غتخلصوا ليها، وغتقدر تمنع من التعاقدات مستقبلا. بهذا الدراري ما تصدقوش حتى شي حاجه، لان ملف كين زومبي ملف ما يقدرش حتى اداره تقدر تغامر فيه. باش نخدموا اللوجيك ونخدموا المعقوليه، راه ما تقدرش تغلط في هذا الملف هذا. راه لا صيت لا وقعتي معه وتصيدتي راه غتضرب لك واحد المليار غير هكاك فابور. نتمنى بكل صراحة يحل المشكل ديالو مع الفريق، ما حلوش كنتمنى الرجاء البيضاوي يقلب على شي لاعب اخر. على العموم هو راه ما جاش حاليا، كان مقرر انه غادي يجي اليوم، لكن مازال عنده باغي يحل المشكل ديالو مع الادارة ديالو. فكنتمنى المشكل ديالو يتحل، لان مازيمبي كتعاني من ضائقة مالية خانقة، لاعبين بزاف مشاو من مازيمبي، فريق اغلب اللاعبين مشاو منه. ف الرجاء البيضاوي بخصوص هذا الملف ديال اللاعب كين زامبي ما خصوش يتصيد، لانه الا مشيتي حتى وقعتي ليه راه صعيب، عندها واحد المردود سلبي الا كانت الدعوه ضدك. ف نتمنى من اداره الرجاء البيضاوي تريت وما تسرعش. اما بخصوص اللاعب المقعازي، هو شخصيا ما بقاش قادر يكمل مع فريق الرجاء البيضاوي. نكونوا واقعيين، اللاعب الان عنده عرض رسمي وقريب يلتحق فريق نهضه بركان. المفاوضات بينه وبين فريق الرجاء البيضاوي متوقفه حاليا، لكن مازال غتكون جلسه بين اداره فريق الرجاء البيضاوي وبين المقعازي شخصيا. فالحل ما لقاوش في البدايه، لان اللاعب متشبث على انه ياخذ المستحقات ديالو كامله.
على العموم نقدروا نقولوا نهضة بركان قريبة جدا من التعاقد مع اللاعب المكعازي، لأن حتى هما عندهم عرض قوي. اللاعب المكعازي أيضا عنده عرض من الوحدة السعودي، راك كتعرفوا أن زين باور باغي يدي تقريبا نص ديال الفرقة ديال الرجاء، ما كراش يديها خاصة الركائز. ف كنظن أنا شاك أن اللاعب المكعازي ما يقدرش يستمر مع فريق الرجاء البيضاوي بكل صراحة. اللاعب أظن أصبح خارج إدارة فريق الرجاء البيضاوي، خارج أسوار فريق الرجاء البيضاوي. فحاليا نهضة بركان كما قلت لكم سابقا قدمت عرض ليسري بوزوق، والآن كتقدم عرض المكعازي. على العموم هادشي اللي كاين في آخر أخبار فريق الرجاء البيضاوي. كنتمنى منكم تدعمونا بالضغط على زر الإعجاب مع تعليق الفيديو والاشتراك في القناة. شكرا لكم وإلى اللقاء.